السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتوما الاهل الاحباب ديالكم والوليدات معز عليكم، ونتمنى هذا النهار يكون عليكم مبروك وسعيد ان شاء الله بالهنا والسلامه والارزاق ديالو يا ربي. واليوم ان شاء الله كما كتشوفوا مع بعد ما نوض بعد صلاه الفجر ان شاء الله يا ربي، غادي ندير واحد البسبوسه لوليداتي باش غادي يفطروا ينوضوا من النعاس ان شاء الله يلقاوها واجده، اللي كتجي واعره وكتجي رائعه وصراحه تستاهل التجربه، ونتمنى تجربوها بالطريقه اللي غادي نديرها انا، وغادي ننجح معكم 100%، وغتجي زوينه وغيبغيوها وليداتكم ان شاء الله، وتبغيوها حتى نتوما ولا كان الضيوف عندكم هكا على غفله جاوكم على غفله وبغيتو ديروا شي حاجه سريعه هكذا اللي كتوجد دغيا بسرعه وكتجي زوينه وكتحمر الوجه، هي هاد البسبوسه اللي غادي نشاركها معكم وتشوفوا المقادير ديالها وطريقه التحضير. واجيو معايا للكوزينه احبابي وحبيباتي المتتبعين والمتتبعات الوفيات اللي كتابعوني دائما، وشكرا لكم، وخليكم معايا وديروا لايك اشتراك وضغطوا على الزر الاحمر باش توصلوا دائما بجديد الوصفات ديال ام فاطمه الزهراء ان شاء الله يا رب. يلا خليكم معايا الحباب. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا رب تصبحوا بدربهم. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نشارك معكم البسبوسه ديالي اللي غادي نديرها للفطور البنات، انا مطبوك عليه بعد صلاه الفجر الله يتقبل الجميع، ونوض غادي نعجن لوليداتي يفطروا بها اليوم الحد، انا نفطروا مجموعين، وقلت شنو ندير شحال هذه ما درتها، وقلت علاش لا ما نشاركش مع المتتبعين والمتتبعات ديالي اللي كيتابعوني في القناه ديال ام فاطمه الزهراء، اللي كنقول لهم مرحبا بكم الف مرحبا. كما كتشوفوا غادي نعطيكم المقادير ديال هذه البسبوسه اللي غادي ندير، اللي كتطلع روعه ورائعه وسهله واقتصاديه في نفس الوقت، والمكونات ديالها مجموعين في اي بيت كاين عنده هذا الشيء في الدويره ديالو. المهم البنات غادي نشاركها معكم، مرحبا بكم، تابعوا معايا المقادير. عندي هنايا ثلاثه البيضات، حيت انا عندي المقله كبيره، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس من هذا غادي نعبر به سنيده النت، واحد الياقوت ها هو كما كتشوفوا طبيعي، واحد الفاني، جوج كاس ديال الخميره ديال الحلويات، شويه ديال الفاني السائل، واحد الحمضه غادي نشرو لها غير القشره، وديك الماء ديالها غادي نديروهم في السيرو فاش نديرو السيرو باش نسقيو من الفوق، وزلافه ديال السميده، انا درت عندي السميده رقيقه بزاف، درت شويه رقيقه وزدت واحد جوج معالق من ديك الغليظه شويه، ها هي البنات صافي دابا على بركه الله غادي نهرس هذا البيض كما كتشوفوا هكذا، هانتوما بسم الله، هانتوما غادي ندير معاهم كاس ديال السكر سلادة باش غادي نضرب البيض ديالي مزيان ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذا الكيكة هذا البسبوسة، ها كاس ديال السكر صافي البنات، غادي نضرب هذا البيض مع هذا السكر مزيان، نسوي هذا البيض نضرب غير الخلاط يدوي صافي فقط، غادي نضرب هذا الزبادي تاع المايونيز ديجا راني نسمح له ندير هاد الكاس ديال الحليب نغرق له شويه ديال الحليب، غادي نضرب هاد الكاس ديال الزيت ندير هاد الفاني بسرعه كيما قلتلكم وكتطلع روعه، غادي نجيب نبشر شويه مع هاد الحمضه، هاد الحكه كنديرو بالجهه الرقيقه كيما كتشوفو هكذا،
شوفوا حاولوا نغسلوها ونقيها. من هذا الحامض هو اللي تعطيها واحد النضج روعه صراحه. انا كيعجبني المذاق ديال القشور الحامض في الكيكات في البسبوسات في اي وصفه ديالي كيعجبني. غادي نخلي غير ديك ديال الماء ديال الداخل غادي نعصرهم ونديرهم مع السيروطين. ممكن لكم ديروا حتى البرتقال تمام. صافي حطيت لها الجلدة ديال برا كلها. ندير واحد التقطيرة ديال هاد الفانيلا اللي بغا يديرو يدير مبغاش ميديروش. أنا درت الفانيلا فوق وبغيت نزيد هدا ديال الكراميل نسل بيه حتى هو واحد القطرات. غادي نضيف دابا هاد نضيف هاد الفليرة معنا تكون دابا البرد هدا صح. دايره هذيك الحبيبات نجيبوها عيشه 3 ايام وتا دير هاد الحبيبات. حنا ما خصناش يكون عندنا هاد الحبيبات في العجين ديالنا. صافي الا كان ما كافينيش هادشي وبانت لي مازال خاصها شويه غادي نزيد شويه ديال السميده لان خصني الزلافه كلها وانا ما عمرتش الزلافه. انتما البنات طلع واعره. انا غادي نزيد شويه ديال السميده مازال خفيفة. علاش كنديرو داك السميدة دقيقة باش ما كتجيناش قاصحة السميدة في الفرن بزاف. نكون الفرن عندكم شاعل وانتوما كتصاوبو تشعلو الفرن من التحت ومن الفوق ومن بعد تشعلو لوغا من التحت ونقصوا البوطة نقصوا الفران الفرن ديروه للدرجة 220 ولا 240 لاش كندير انا ولا 250 فقط. غادي نمشي نزيد واحد المعلقة ديال السميدة ونرجع معكم ان شاء الله. انا زدت هانتوما تشوفو واحد جوج معالق ديال السميدة باش ما نكوش وتا الا بغيتو تعمروها بكريم باتيسير غادي ديروا واحد الطبقه الاولى حتى طيب وعاد من بعد ديروا عليها طلعي شويه وديروا كريم باتيسير في الوسط وغادي تفرقوها على جوج. راه غادي نشاركها معكم حتى هذيك ان شاء الله. هانتوما دابا صافي البنات هي هذه البسبوسه ديالنا واجده. غادي نديروها في المقلاة. انا ديجا شعلت الفران صافي البنات ونرجع معكم ان شاء الله. هذه هي انا درتها في المقلاة ديال الحرشة باش درتها كثيرة وكبيرة ونحطها لها شوية ديال الزبدة. دهنا هاد الزبدة مزيان باش ما تسقلكمش. هذا اللي ما بقاش درناه دير ورق الزبدة من التحت ماشي مشكل وديروه. يمكن لكم ديروه ديروا البسبوسه ديالكم من الفوق. دابا صافي غادي نخليها ترتاح شويه ونديرها ايوا. خليكم معايا الحبايب حتى نطيب البسبوسه ديالي ونوريكم الشكل ديالها ان شاء الله. صافي غادي نكبها على هذا القوام هذا اللي تشوفوا.
غادي ندخلها للفرن. هيا كما كتشوفوا ايوا غادي ندوز نصاوب السيرو ديالي الشربات ديال باش غادي نسقيها ونوريكم اش غنديرها ثاني في الشربات ديالي. ومن بعد غادي ندهنها بشويه الكوفيتير ونزينوها باللوز ولا بالكاوكاو ولا بالكوك ولا باللي بغيتو، المهم على حسب. صافي خليكم معايا. ولا حتى بالكراميل، انا كنزينها شي مرات بالكراميل تجي واعره. يلاه الحبايب خليكم معايا حتى نوريكم كي طلعت ان شاء الله. بعد ما درت ديك الحنطه كما كتشوفوا ها هي عصرتها شويه، ها هي عصرتها ديك الماء ديالها ورميتها حتى هي غادي تطيب. دابا غادي ندير كيسان ديال السكر نفسها، انا عندي كبيره دير كاس هذا ونجيب واحد نص الكاس كما كما كتشوفوا. وغادي ندير جوج كيسان ديال الماء صافي، ثلاثة كيسان ديال الماء مع جوج كيسان ديال السكر وديك الحامضة. صافي البنات باش نسمت، دابا غادي نديرها طيب ان شاء الله. وفاش نخرج البسبوسه ديالي غادي نسقيها معكم وغادي تشوفوا، اما تكون هذه بارده اما تكون البسبوسه بارده. الا كان الشربات باردين راه غادي تكون البسبوسه مازال يلا حيدتوها، كانت هادو انا مازالين سخونين البسبوسه تخليوها حتى تبرد. المهم انا غادي نديرها دابا طيب باش غتبرد شويه، فاش نجبد البسبوسه ديالي من الفران غتلقى هذه بردات ليا. صافي وغادي نسقي ونزين بشويه ديال الكوفيتير ونتمنى يعجبكم يا ربي. وخليكم معايا البنات ما كانت البسبوسه ديالي هي انا حمرتها شويه بزاف، حاولوا تخليوها ما تحمروهاش بزاف. صافي دابا هذا هو السيرو ديالي اللي كنت دايره، غادي نكبوا عليها هكذا كله السيرو راه بارد. هانتوما نشربها مزيان وديرو لها طيبات واحد الكوردون ولا فرشيط راه تتشرب دغيا البنات. هانتوما حطيتو كلهم هيا دابا غنخليها حتى تشرب هاد السيرو مزيان تبرد هنا على خاطرها. صافي هي هذه البسبوسه ديالي اللي بغيت تقطعوها فرديه غادي تقطعوها، بغيت تحطوها هكذا غادي تحطوها. المهم انا دابا غادي نخليها حتى تبرد مزيان عاد غادي نقطعها ان شاء الله يا ربي. ها هي كما كتشوفوا طايبه مزيان وفتيه رائعه. دابا غادي نجيب شويه ديال الزيت باش ندهنها حتى نقلبها للطبسي وعاد غادي ندهنها، ما غاديش نحطها هنا. المهم غادي نخليها حتى تبرد ونحطها في الطبسي ونزينها معكم. هيا بعد ما قلبتها على جهه اخرى شوفوا البنات كي دايره، قلبتها في هذا المايا باش غادي نرجعها للطبسيل. ودابا غندير الطبسيل هكذا وغادي نقلبها عاوتاني في الطبسيل ديالي على الجهه ديالها. وعلى بغينا نقدموها كي قلت لكم هكذا نقدموها، ديروها الفرديه غادي ديروها. المهم على حسب. دابا غادي نزيد شويه د الكوفيتير وشويه د العسل اللي بغيتو اللي عندكم متوفر في البيت اللي كان عندكم موجود غادي ديروه هنا. هانتوما ولا غير شويه هكذا صافي. عندي العسل الحر جامد شويه هانتوما، غادي نجيب واحد المرطبة البنات هكذا صافي. وغادي نزينها شوية
الشعريه ديالكم كل اللوز اللي كان عندكم متوفر، ولا البيستاج، ولا اللي متوفر في البيت، ماشي شرط باش غتزينوا. صافي هكا بغيتو ديروها في الكويطه ديال المدليل، غادي ديروها بغيتو تحطوها هكذا، ما ديروهاش فرديه، غادي ديروها. شوف هاد العسل راه كيتقنها البنات، هادي واعره مع ما دايرهاش انا فيها السكر بزاف كما شفتو، وما كتجيش حلوه. صافي دابا غادي نجيب شويه ديال الكوك وغادي نديرو عليها، وهذه هي المره غادي ندور عليها شويه ديال الكوك هكا نور الكوكو. غادي نزيد شويه ديال الشوكولاط من فوق وخطوط، واش غادي نزينها حيت الوليدات تيبغيو الشوكولاط. صافي هادي غندور شويه ديال الشوكولاط ونديرو من فوق، وبغينا نخليوها هكذا ماشي مشكل. انا غادي نقطعكم باش تشوفوا كيفاش كتجي، كتجي واعره كتجي رائعه. هيا البنات كتجي كتجي روعه، فتيه بزاف بزاف بزاف. انتما نقول لكم شحال قطعناها، كي دايره كطلع واعره وسهله في نفس الوقت، وكتوجد في رمشات وعين صراحه. ونتمنى تعجبكم ونال الاعجاب ديالكم وتكون تحسن ديالكم، وهذا هو الشكل النهائي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى يوم جديد وفيديو جديد الى بقى العمر، ونتلاقاو البنات فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. صباح الخير عليكم الحبايب ديالنا، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ شوفوا البنات بعد ما حطيت البسبوسه ديالي وساليت وحيدتها تبارك الله ما شاء الله، شوفوا الشتاء البنات، شوفوا شوفوا الصباح واحد الخير ديال الشتاء صراحه تبارك الله ما شاء الله. شوفوا البنات بحال اللي كنهبط من